يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من برنامج الخلاصه. احنا متعودين مع حضراتكم دايما في برنامج الخلاصه ان احنا بندور دايما على الحكايات المختلفه والنماذج غير التقليديه، وخاصه قصص النجاح المميزه، واحيانا ممكن نعتبرها غريبه شويه او مش مالوفه بالنسبه لنا في كل مجال في البلد. الحقيقه والحقيقه لفت انتباهنا الأيام اللي فاتت خبر كان لطيف جدا، وهو خبر فوز مصر بالمركز الأول في مسابقة كأس أفريقيا لفنون الطهي، وده كان في ختام فعاليات المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية، فيما قيل أنه دورته 44 تحت رعاية وزارة السياحة والآثار. واكتشفنا ان مصر فازت بالبطولة دي مش بس المرة الاولى، لكن دي المرة التالتة، وقدرت ان هي تحتفظ بالكأس. ما هو كمان فنون الطهي طلع ليها كؤوس للعالم، وطلع ليها اولمبيات، وطلع ليها بطولات مميزة ومتميزة في كل انحاء الدنيا. طبعا احنا عارفين ده، بس ما كناش عارفين انه مصر عندها منتخب قومي للطهي، ده حقيقة، واننا بنملك شوفات اقوية جدا في مجالهم، وقادرين دايما ان هم ينافسوا في بطولات قارية وعالمية متنوعة، بيحققوا جوائز وميداليات كبيرة، ويمكن اخرها فزنا في شهر مايو الماضي بجائزة افضل شيف مبدع في البطولة الدولية للشباب فين في روسيا، من خلال الشيف مصطفى سمير، واللي قدر انه يحقق ميداليات مهمة في المسابقة العالمية كمان لفنون الطهي في الهند، وده على ايد الشيف بلال صالح والشيف كيرولوس عطا. اذا كمان الشيف او الطهي المصري اصبح ليه سمعة دولية وعالمية مهمة، خاصة ان احنا كمان فن الطهي عندنا والمطبخ المصري مطبخ عريق بيمتد لالاف السنين من ايام المصريين القدماء، والبلند او الفيوجن او التنوع الكبير مع تنوع الثقافات والحضارات اللي عدت على بلدنا دي كان ليها تأثير كبير جدا 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 في المطبخ المصري، اللي عامل زي المصريين دايما قادر يستوعب وياخد ويمصر كتير من فنون الطهي العالمية ويقدمها بشكلها وصورتها المصرية الخالصة. احنا النهاردة معاكم بنفتح ملف الطهاه المصريين، وهنشوف مع حضراتكم حكايات ملهمة وحكايات نجاح وحكايات كمان بطولات كبرى بيشارك فيها الشيف المصري، وأخبار المطبخ المصري إيه كمان وإقبال الناس عليه وفي مختلف دول العالم، وإيه اللي بيشوفوه مختلف عندنا في مطبخنا المصري، خاصة إنه المطبخ المصري له علاقة واصلة وثيقة جدا جدا بفكرة كمان السياحة، واي حد بيروح اي بلد بيبقى عايز دايما يتذوق مطبخها الخاص ويشوف رونقها وجمالها الخاص في طبخها وعادات كمان اهلها في الطهي وفنونه. عشان كده احنا النهارده هندردش معاكم في شويه قصص وحكايات لطيفه مع الاستاذ اشرف جمال، وهو المدير التنفيذي لجمعيه الطهاه المصريين، وهي جمعية كمان لها تاريخ يعتبر تاريخ عريق منذ التسعينيات، وبتساهم في ان هي تعمل دور كبير للفن المطبخ المصري وفن الطهي المصري ورسله الشيفات والطهاة المصريين في كل العالم. فهندردش في الموضوع ده النهاردة، واعتقد انه هيكون موضوع لطيف وخفيف، وهنستقبل بعد الفاصل الاستاذ اشرف جمال. المطبخ المصري له خصوصية وسط كل مطابخ العالم، لأنه معمول بحب وصنع وخبرات متوارثة من أيام القدماء المصريين اللي اشتهروا بتجربتهم المختلفة في الطهي واهتمامهم بتوثيق علاقتهم بالأكل على جدران المعابد. ومع كل اكتشاف أثر جديد بنلاقي أدوات خاصة بالطهي عند الفراعنة، كمان هنلاقي اهتمام كبير بعالم المطبخ في ثقافتنا وتراثنا، وده ظهر بشكل واسع من خلال الأمثال الشعبية زي اللقمة الهنية تكفي 100
الشعبية اللي بتمدح في عمايل إيدين الطباخين المصريين، أو شطارة الست المصرية في المثل اللي بيقول الطباخة الشاطرة تكفي الفرح بوزة، أو التأكيد على علاقتنا الوطيدة بالأكل من خلال المثل الشهير كل اللي يعجبك والبس اللي يعجب الناس. كمان في فترة التلاتينات شفنا تجربة مهمة ورائدة في مصر زي اللي عملتها أبلة نظيرة اللي ألفت أول موسوعة مصرية وعربية في الطبخ مع صديقتها بهية عثمان تحت عنوان أصول الطهي. ثم حصلت نقلة مهمة مع تأسيس جمعية الطهاة المصريين في فترة التسعينات، أعادت البريق مرة تانية للمطبخ المصري من خلال أهداف واضحة لاستعادة ريادة الطهاة المصريين وتنظيم تدريبات مكثفة لعشاء الطبخ والمشاركة في المسابقات القارية والعالمية وتحقيق ميداليات مهمة آخرها الفوز بكأس إفريقيا لفنون الطهي للشيفات الشباب. تواجد دولي مميز وله مؤشرات مهمة عن قيمة المطبخ المصري بين دول العالم المختلفة. عالم الطهاة المصريين بالتأكيد عالم ليه أسراره وكواليسه، وكمان هنتعرف أكتر على سمعة الشيف المصري اللي أصبحت عالمية، وهنقول لكم ليه عالمية لأنه هنستعرض مع بعض شوية تجارب مهمة لكتير من الشيفات المصريين اللي نجحوا في كتير من المسابقات والكؤوس والأولمبيات العالمية، وده هياخدنا مرة تانية لجمعية الطهاة المصريين اللي مشرفنا فيها النهاردة الأستاذ أشرف جمال المدير التنفيذي لجمعية الطهاة المصريين، واللي هنروح معاه الحكايات ملهمة ونجاحات عالمية. بنرحب بحضرتك يا فندم، منورنا. أهلا بيك. أهلا بيكم. أخبار حضرتك إيه؟ تمام الحمد لله. يا رب تكون بخير. وهبدأ مع حضرتك بقى من إيه، من فكرة إنه في ناس كتيرة ما تعرفش إنه إحنا عندنا جمعية للطهاة المصريين، يمكن على المستوى الشعبي، لكن على المستوى الاحترافي متهيألي ده موجود، صح؟ بالظبط. احنا احنا جمعيه من جمعيات المجتمع المدني، وزي ما في جمعيات كتيره موجوده للشاريتي او للحاجات الخيريه، في كمان جمعيات متخصصه للمهن. جمعيه الطهاة المصريين واحده من الجمعيات دي. احنا ابتدينا بالظبط على ايد الشيف ماركوس ايتين، كان سنه 1997. أيوة. وكانت قصتها كانت وده شيف سويسري. سويسري. طب ده مش يخلينا نسال ليه شيف سويسري كان ليه البصمه الاولى؟ لانه ببساطه شديده على مستوى العالم بره عندهم الجمعيات دي وعندهم التجمعات دي، لان ده مهمتها ان هي تقدر تربط الشيفات ببعض وتعمل لهم نتورك بشكل قوي جدا. ده ماركوس ايتن. ده ماركوس ايتن بالظبط. اللي على الشاشه ده ده سويسري. وماركوس كان منغمس في جمعيات على مستوى العالم بره. لما جه هنا للاسف الشديد احنا ما كانش عندنا الدراسه الطهويه بشكل قوي جدا. حتى السياحه والفنادق، كليه السياحه والفنادق، الناس كلها عايزه تخش تبقى فرونت اوفيس، عايزين في الاداره، ما كانوش بيخشوا المطبخ. محدش عايزه يبقى شاف، لانه تصورهم عن المطبخ انه عمل مرهق ووقفه قدام النار اكتر منه فن وكوزين ما كانش الحته دي موجوده في الفتره دي. وبما ان ما كانش عندنا الدراسه، فقال لازم مصر يكون عندها جمعيه. ويمكن الجمعيه دي اتعملت في وقت كان حصلت فيه الضربه بتاعت الاقصر. طبعا السياحه اتاثرت وقتها جامد، السياحه اختفت في مصر في الفتره دي، فكان ده مهم جدا لانه وجود جمعيات في الفتره دي نقدر نلم الشيفس حواليها. ودي كانت البدايه انه شيف سويسري، لكن حاليا اللي بيدير الجمعيه هم الشيفات المصريين. اللي احنا بالظبط من اكتر من حوالي اكتر من 8 سنين دلوقتي. الجمعيه كانت في اوائل التسعينات، صح؟ 97. 97. بقى لنا 27 سنه. 27 سنه. اوكي. ده رقم كبير برضو، جميل الفضل. 27. واحنا متواجدين مع ناس يعني اللي دخلوا معانا وهم كانوا لسه شباب صغيرين، دلوقتي هم اللي بيديروا الفنادق. هم اللي على راس المنظومه الطهويه في الوقت الحالي. اللي دخلوا معاك هم صغيرين. طبعا، لان هو كان الهدف منها انك انت تدخل جيل جديد وانك انت تنشئ جيل جديد على اسس مظبوطه. الاوتيلات ابتدت تثق في اللي احنا بنعمله، فابتدوا يبعتوا لنا ولادهم ان هم يتدربوا معانا. ومن هنا بقى بدات القصه، وان هنا ابتدينا نتطور، لان احنا بقينا ندخل في كل ما هو ليه علاقه بالفود في مصر. اي جهه في مصر ليها علاقه بالفود بيقولنا. تطوير الشركات الصناعيه الصغيره مع جهات دوليه، احنا بنتدخل في القصه دي. دي جزئيه مهمه،
يعني الموضوع مش قاصر بس على الشيفس والاهتمام بيهم، لكن انتوا كمان بتخشوا كاندستري كصناعه المنظومه كلها. لان في الاخر الشيفس بيشتغلوا بمنتجات، فلازم تبقى المنتجات على نفس القوه للمنتجات اللي بتيجي من الخارج. فده جزء مهم جدا للصناعه المحليه بتاعتنا، ان احنا كمان نطورها. يبقى عندنا منتجات قادره ان هي تدخل الفنادق والمطاعم. تقدر كمان يعني فنادق ممكن تستعين بيك وتقول لك انا عايز اطور الكوزين عندي مثلا، او عايز مش الفنادق، لان الفنادق دي ده بيقع على 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 الجزء الخاص بالفود اند بافريج في الاوتيل. اوكي. لكن احنا الشركات اللي تنزل منتج بتجي لنا علشان قبل ما تنزله الماركت احنا بنعمل فيدباك عليه. اي كان بقى ايه المنتج ده، اي كان، بس منتجات غذائيه. غذائيه طبعا. واو، ده شيء لطيف وهنيجي ونكمل فيه مع حضرتك. لكن كمان استوقفني قوي فكره ان احنا عندنا منتخب مصر الشيفات ده، دي يمكن بقى معلومه ناس كتير ما تركزش فيها او ما ركزناش فيها. انا ما كنتش اعرف عن نفسي انه عندنا منتخب، او هو ينفع نصفه بانه منتخب طبعا، او امباسادورز كلناري امباسادورز او السفراء الطهي. احنا على مستوى العالم زيها زي اي مهنه فيها ليها مسابقات، ليها الاولمبياد بتتعمل كل 4 سنين في المانيا، في اولمبياد في المانيا كل 4 سنين، وفي كاس العالم في لوكسمبورغ كل 4 سنين. اوكي. بالاضافه طبعا المسابقات، ودول مكانهم ثابت في المانيا. كل 4 سنين لوكسمبورغ. كل 4 سنين. ده العالم كله بيشارك فيها. طبعا احنا يمكن احنا بعد ثوره يناير يمكن حصل توقف، لان كانت القصه محتاجه دعم مادي، لانك انت بتسفر عدد كبير بمعدات بانجريدينتس، فالقصة كانت مرهقة جدا ماديا. لكن احنا عندنا منتخب قوي من 2004 واحنا بنشارك بيه. حلو قوي. حصل على ميداليات برونزية لحد ما وصلنا كاس العالم في 2010. احنا جبنا 5 ميداليات ذهب في كاس العالم. واو، ده في 2010؟ في 2010. وجبنا اعلى تاني شيف على مستوى العالم حصولا على نقاط. واو، نايس جدا، ده شيء لطيف جدا. ده برضه في 2010. ده في 2010 في لوكسمبورغ. الحاجات دي كانت مهمه لانه بترفع الوعي والحماس للشباب الشيفات، لان كلهم عايزين يكونوا. دي صور كاس العالم والاولمبياد بتهيألي. ده لوكسمبورغ. ده لوكسمبورغ، وكلهم سيليبرت شيفس دلوقتي، كلهم دول بيديروا المنظومه الطهويه في الوقت الحالي. حلو قوي. دي الشو بيسز اللي كانوا داخلين بيها واخدين فيها ميداليات ذهب، الشيف مينا هو متواجد حاليا في امريكا، شيف طارق ابراهيم، شيف سامي هارون، شيف حمد رمضان، شيف رامي، كل دول. وعجبني لبسهم وعي علم مصر. كان طبعا دي وكان يعني هم فعلا امباسادرز لينا، هم امباسادرز، وهم اللي رفعوا الوعي للشباب اللي خلوهم عايزين يبقوا شيفس، عايزين يخشوا المسابقات ويسافروا، لان ده مهم. انا عايز اقول لك انه في ما يشبه حمى دلوقتي، يعني انا ناس كتير من صحابي يعني بيسيبوا الكارير بتاعهم وعايز يبقى شاف، وشايف انه لان خلاص الشيفات دلوقتي بقت مسموعه طبعا، وبقوا قراراتهم مؤثره جدا. وده اللي خلانا ان احنا نروح لقصه كمان تانية مهمه، انه الشيفات كانت بتشتغل في فتره طويله في الدارك اريا، محدش شايفهم. وجود ان هم يسافروا بره ويحتكوا بمدارس طهويه مختلفه نقلت لهم خبرات مختلفة، ورجعوا بميداليات، فخلى الناس كلها عندها حماس ان هم يبقوا زيهم. طبعا طلعنا الولاد من الدارك اريا الى النور، فدي كانت من الحاجات اللي كانت بتهمنا. وفي برضه اهتمام عالمي كبير قوي بالنقطة دي دلوقتي، او في حماسة ليها كتير، فتلاقي البرودكشن برضه في السينما وفي التلفزيون وفي برامج الطهي والمنافسة والرياليتي شوز. وحتى احنا عربية بدأنا نتقدم في الموضوع ده، فأصبح الشيف نجم. بالظبط، نجم يطلع في البرامج ويقول. طبعا في قصص حوالين الكلام ده ومعاناه على فكره. ايوه، الشيفات ما هياش قاعدين في 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 رفاهيه. طبعا الشيف بيشتغل 14 و16 ساعه واقف على رجله في ظروف صعبه جدا جدا، في درجات حراره وتحت ضغط، واطباق لازم تطلع في وقت وتطلع بمستوى معين. الموضوع ما هو سهل، لو ما عندكش الباشن للقصه دي ما هياش وظيفه. دي كانت في بطوله ايه؟ دي اخر حاجه كانت في هيس، في معرض هيس اللي فات. دي افريقيا.
دي بطولة افريقيا. ايوه دي خدنا فيها مركز متقدم. بس دي ما كانتش دي احنا في هيس احنا بنعمل مسابقات انديفيدوال فردية وكاس. ده بقى كاس افريقيا. ده كاس افريقيا دي قريب دي هو في نفس الفترة. لان احنا كنا 3 ايام بنشتغل, ففي يوم اخر يوم كان اللي هو يوم 4 سبتمبر كان في البطولة افريقيا ختمنا بيها. لكن اليومين الاولانيين كان فيها مسابقات بقى, احسن شيف شاب, احسن شيف سينيور, احسن طبق. ده على مستوى افريقيا. ده على مستوى مصر. لكن دي بطوله افريقيا كان فيها دول, كان فيها موريشيوس, كان فيها جنوب افريقيا, كان فيها مصر, وكان فيها الامارات. ناس كتير بتسال طب ايه اللي دخل الامارات في افريقيا. الريجن على مستوى الواكس اللي هي منظمة العالمية للشيفات اللي مصر بتمثل فيها عن طريق جمعية الطهاة المصريين, مقسمة الميدل ايست وافريقيا. دي عاملة زي الفيفا. الواكس دي عاملة زي الفيفا كده. زي الفيفا بالظبط. وهي اللي بيديروها بيديروا 105 دولة على مستوى العالم. اكتر من 11 مليون شيف. 11 مليون شيف في الواكس دي. واو. مصر من اوائل من 27 سنه واحنا موجودين فيها, واحنا من اقوى الجمعيات الموجوده في الميدل ايست. اوكي. لا في افريقيا انتوا خدتوا المركز ده, كانت قريب بقى. احنا خدناها دي كانت قريب, دي قريناها في الجرايد والمواقع. احنا في 2022 احنا كانت في ابو ظبي حصلنا على دي, كانت تاني كاس ناخدها. ودي الثالثة, فاحنا بنحتفظ بكاس افريقيا للشباب الشيفات مدى الحياة. وانا قريت في المقدمة وقلت لقيت احتفظوا بالكاس ده, حتى زي الكورة عندكم لو بياخدوها الثلاثة بتحتفظوا بيها. احنا احتفظنا بيها. والله معلومات لطيفة جدا تستحق مننا ان احنا نفضل ندور وراك ورا القصص بتاعتكم اللطيفة دي. فعشان كده كمان لقيت انه في شباب او شيفات مصريين حققوا بطولات في روسيا والهند السنة دي. في السنة دي بقى دي جديدة. هو احنا بقالنا فترة. طب ما تحكي لنا كده. هو احنا من 2022 من بعد كورونا بالظبط ابتدينا ان احنا نجهز شباب شيفات, لان المسابقات بتحكمها سن معين لازم ما يزيدش عن 25 سنة. واو. انت يعني فلازم يبدا بدري. فلما تبدا بدري ده احنا كنا بنعمل كام. بس مش كل البطولات 25 سنة للشباب. للشباب ماشي. فشباب الشيفات احنا بنعمل القصه دي, لكن احنا بنعمل كامب بنختار عدد كبير من المسابقات المحليه الناس بتاخد فيها ميداليات ذهب, بناخدهم وبنبتدي بقى بيهم كامب تدريبي لحد ما بنقلص العدد, لحد ما بنوصل للعدد اللي احنا محتاجينه, هو ده اللي هيمثل مصر. دول كانوا في روسيا الشباب دول صح؟ مصطفى كان لان هو مصطفى على فكره موجود في التيم اللي خد بطوله افريقيا. واو ماشي. فانت عندك فانتوا وديتوه بطوله تانية برضه. اعداد. اوكي. ده زي لعيب كره قدم بالظبط. انا هديك بطوله دي اعداد عشان تروح كاس العالم. فمصطفى سافر لروسيا وخد احسن طبق كرييتيف. مصطفى اللي في النص. اللي في النص. ايوه. لان واضح الاثنين دول روسيا من روسيا التيم بالزبط. اللي المنظم لبطوله روسيا. ودي كان فيها اكتر من حوالي 25 دوله. واو نايس. 25 دوله. دوله كانت مختلفه في القارات ولا من اسيا لا لا دي كانت موجوده اعتقد على هامش منتدى روسيا مع الدول اعتقد الافريقيه والعربيه. الافريقيه والعربيه والاسلاميه على فكره. طب ودي في الهند؟ ده بقى الهند. هم نفس دول كمان. طب ان احنا تروح في مسابقه في الهند برضه مطبخ عريق جدا جدا. انا بحب الاكل الهندي صراحه. جدا. انا بحب الاكل الهندي. وعلى فكره هم فانك تتميز في الهند دي مش سهله. بالظبط. هم كمان ابتدوا ينزلوا الشارع كمان ويدوقوا. انا عندنا فيديوهات ليهم وهم بيدوقوا الاكل. يا ريتك كنت جبتها لنا والله تحفه. فبلال وكرولس مع مصطفى هم ده التيم اللي كان بيمثل مصر في افريقيا. اوكي. وفي افريقيا وفي الهند كمان راحوا الهند. ما هم كان برضو دي من ضمن مسابقات الاعداد دي متخصصه للشباب اللي هم بيدرسوا. اوكي. الطلبه. يعني دول هم طلبه لسه. هم بيدرسوا كانوا بلال وكرولس بيدرسوا في المعهد. بس ده حاجه كويسه قوي ان هو طالب بتودوه يحتك بره ويشوف ده يطلع بقى درجه اولى. ده في ناس كانت عندها 21 سنه اول مره يسافر في حياته. فدي كانت بالنسبه له لذيذه جدا. خبره مختلفه. يروح يتعرف وينزل هو مثلا في الهند هيشوف السبايسيز بقى ويشوف الاسواق ويعرف الطعم يعني. لا هو وبعدين هو رايحين بحاجات كرييت من التيم اللي كان بيدربهم واعتقد هم كمان حققوا نجاحات. وده اللي كان في بطولة افريقيا كم الشباب الشيفات اللي جم من معاهد ومن مدارس يحضروا ويتفرجوا عليهم
وزملائهم اللي موجودين في قطاعات مختلفة جم. تتخيل وهم كأنك في استاد كورة وهم بيحمسوهم وهم بيشجعوهم. ده اللي بينقل بقى الحماس للناس كلها ان هي عايزة تبقى شافس. تحفة. انا مبسوط جدا بالشيفات المصريين وبعرض صورهم عشان برضه نبدأ نتعرف عليهم لان هم كمان نجوم. طيب قبل ما يعني استاذنك يا استاذ دياب قبل ما نروح فاصل ناخد كمان كاس العالم والاولمبيات الخاصه. يعني انتوا كمان حققتوا تواجد مميز في كاس العالم للشيفات وفي الاولمبيات الخاص. بالظبط احنا في المقر الجامعيه وبرضو هنعرض بعض الصور اللطيفه للشيفات بتوعنا. احنا عندنا في المقر الجامعيه الناس لما تيجي بتخش زي المتحف كده الصور الميداليات يعني حاطيني ميداليات في فريمز الميداليات اللي حصلت عليها منتخب مصر في 2004 و2008 و2010 وهم دول منتخب مصر في الفتره اللي هي كانت دي في لوكسمبورج 2010 ودول اللي خدوا فيها الخمس ميداليات ذهب واثنين فضه ودبلوم. دي من الحاجات دي الحاجات اللي نفتخر بيها. ده الهيستوري اللي احنا بنقدر نفتخر بيه. اخر مره شاركنا في الاولمبياد امتى؟ اولمبياد احنا كنا في اخر حاجه كانت في 2008 بس عندنا حاجات انديفيدوال يعني احنا كمنتخب في 2008 كاس العالم 2010 لكن عندنا اشتراكات فرديه ناس تقدر تروح تشترك في بشكل فردي في المسابقات. وده بتساعدوه بشكل فردي برضو؟ احنا بنقدر نوجهه لان هو في الاول والاخر بيبقى محتاج شكل من اشكال الاشتراك لان ده بيبقى راجع بشكل شخصي وليس منتخب بيمثل بلده. طيب احنا كمان معانا مداخلة بنتشرف بيها وهو الاستاذ الشيف هاني حامد مدرب منتخب مصر للشيفات. هاني والشيفات الرائعة. اهلا استاذ. اهلا سهلا يا استاذ هاني منور. اهلا بيك يا فندم. ازي حضرتك؟ نورتنا. اخبارك ايه؟ ازي حضرتك؟ يعني الحقيقه مبسوطين قوي واحنا قاعدين مع الاستاذ اشرف وعمالين نبص على نجاح الشيفات المصريين ايش في افريقيا وايش في اسيا وايش في لوكسمبورج والمانيا ويعني حاسين ان احنا قدام عالم محتاجين نركز فيه اكتر من كده كمان على المستوى الشعبي. فاولا بنرحب بحضرتك وثانيا بنبارك لكم طبعا النجاحات المختلفه لمنتخب مصر للشيفات اللي كان كتير مننا برضو ما يعرفش ان هو موجود. فاهلا وسهلا بيك وتقول لنا اخبار المنتخب ايه واستعداداتكم ايه للفترات الجايه وبتشتغلوا على ايه دلوقتي وكده. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا استاذ اشرف. ازي حضرتك؟ إيه؟ اهلا بيك يا شيفاني. الحمد لله. احنا منتخب مصر للطغاه احنا الحمد لله لينا فترة كبيرة جدا ان احنا بنشارك في محافل دولية اخرها في الهند او السنة دي وكان في روسيا والحمد لله ربنا تمم مجهودنا بخير ودخلنا افريقيا والحمد لله كسبناها. احنا كمنتخب طغاة مصر احنا ناس عندنا فكر وناس عندنا ثقافة بنقدر ان احنا نوصلها. طبعا دعم كبير جدا. والكويس انه زمان كان المدربين اجانب متهيألي دلوقتي احنا الطقم كله مصري. مدربين زمان كانوا اجانب احنا كنا بنتعلم منهم. الحمد لله اتعلمنا صح منهم وصلنا لدرجه كويسه. معايا مجموعه من المدربين كويسين جدا الشيف عمر حماده على راسهم طبعا الشيف حسام الدين رئيس جمعيه الطلبه المصريين. عشنا فتره تدريب قويه جدا عشان نطلع منتخب مصري يليق بمقامات مصر. ويقدر يحقق وينافس المحافل الدوليه. هايل جدا. طيب بتشتغلوا على ايه؟ يمكن خيالنا كده يعني بنروح مع مثلا الشيف هاني هو لو انت بتيجي تدرب بقى فريق من الطغاة كده بتبقى بتركز على ايه مثلا او بتشوف دايما الجديد ازاي او التطوير ازاي في مهنتكم لان مهنتكم برضو فيها جزء كبير من التجديد الدائم والتعرف على ثقافات وكل ما بتتعرف اكتر وبتسافر اكتر بتشوف حاجات اكتر وبتجرب دايما. يعني انت بتركز مع شيفاتنا المصريين على ايه؟ احنا اكيد دايما بنركز على الشيفات المصريين عندنا بالطعم الحلو اللي احنا بنقدمه دايما. لازم نقدم طعم كويس جدا مع التقنيه الحديثه لطرق الطهي. زائد ان احنا بنشوف مختلف الدول هم بيشتغلوا ازاي وطريقه طهيهم ازاي مع التكنولوجيا الحديثه. حضرتك كل يوم في التطور
غير طبيعي في التكنولوجيا ده لازم نواجهه علشان نقدر نخاطب العالم بطريقه الطهي بتاعتنا ونوصل لهم الرساله ان احنا مصر عندنا تقدم، عندنا معلومات كويسه جدا، عندنا حريه الاختيار ان احنا نختار احسن منتجات مصريه نقدر نشتغل بيها ونقدمها على الطريقه العالميه بحيث ان احنا بنقدر نعمل توفير ما بين المنتجات اللي موجوده ما بين مصر وما بين اوروبا. الشيف احنا بنبتدي ناخده الاول نعمل له عمليه برينج ستورمنج يطلع كل المعلومات اللي هو يعرفها، وبعد كده نبتدي ننمي المعلومات بتاعته ديت لاعلى تنميه لاعلى فكر بحيث ان هو لما يبقى واقف شغال في المسابقه يبقى عنده درايه بكل شيء هو شغال بيها، يعرف يقدم كل حاجه اتعلمها بدون اخطاء بدون اي ديلي في اي شيء لان هو دايما بيتدرب بميعاد بيتدرب على ويبقى مطلع كده وفاهم كل المطابخ العالميه واسرارها وكواليسها صح مش المصري بس. لا 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 طبعا يعني فرنسي هندي امريكي كله تلاقيه لازم يا فندم يطلع على كل دوت وهو شغال وهو بيتدرب، هو بياخد مننا وقت تدريب تحدد حوالي 6 شهور 7 شهور ده لازم نطلع كل اللي جواه ولازم نحطه على التراك الصح ان هو يقدر ينافس فيه المحافل الدوليه. ما اقدرش ان انا اطلع واحد شايف عنده حاجه ناقصه او معلومه ناقصه، لا لا لا، حتى درجات التسويه بيسوي الوقت من الساعه كام للساعه كام هتاخد منه قد ايه لو انا هقلي مثلا في الزيت حاجه درجه حراره الزيت. انا بشوف مسابقات عالميه اونلاين وبرامج على فكره بس التسويه دي ومين يطلعها على الشعره ومين يعني في تفاصيل جميله جدا عندكم لازم تطلع فيها درجه حراره اللحمه كويسه تمام وورم مش مستويه اوكي ما فيش فيها ادنى مشكله درجات حراره التسويات كل شيء لازم يبقى عنده درايه بيها وعامل ترتيب جدولي بيها وهو شغال بحيث ان هو يقدر مرتب نفسه بيعمل ايه الاول بيعمل ايه الثاني بيعمل ايه الثالث بحيث ان كل دوت يبقى ده من وقت المسابقه بتاعته وهو شغال ما يقدرش ان هو يتاخر ويطلع في قبل الميعاد بتاعه. هايل جدا. طب هسالك سؤال هايل جدا، البرزنتيشن اللي بيتدرب عليها مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره لحد ما يعملها وهو مغمض بمختلف الطرق. هايل جدا. طب قبل ما اختم مع حضرتك اسالك سؤال وترد عليا اجابه سريعه كده ماشي؟ اتفضل. او يعني ايه اللي بيميزنا احنا كطهاء او كمطبخ مصري عن غيرنا في الدنيا؟ وحضرتك طبعا بقى شيف على مستوى عالي جدا وعندك منتخب سافر الدنيا كلها، وكنا لسه بددش مع الاستاذ اشرف يعني ده حتى بيروحوا دول زي تتارستان وقازان ويعني وبناخد فيها مراكز، فالحمد لله عندنا خبره عالميه، لكن ايه اللي بيميزنا عن غيرنا نقدر نقول ده دي ميزه المطبخ او الطاهي المصري مثلا؟ هو ميزه الطاهي المصري عنده اصرار للنجاح اسر النجاح وانا عايز انجح ده اصرار للنجاح. نسبه انا بوصل للعالم كله انا بقول لهم انا عندي مطبخ، انا عندي تكنولوجيا، انا راجل عندي تيست خاص بيا انا ماشي، عندي تيست مصري بقدمه لكم بطريقه مودرن ده اللي احنا بننافس عليه وعايزين نوصله للعالميه ان شاء الله. طبعا اصل انا بحس كمان ان المطبخ المصري قادر يعني ياخد من كل العالم وياخد عنده هو ويطور زي احنا طبيعتنا، احنا دايما بنابزورب او بنمتص الثقافات كلها ونطلعها بحته مصري، يعني ناخد المطبخ التركي بس نحط عليه حته مصري، ناخد الهندي نحط عليه حته مصري. الحمد لله جمعيه الطهاه المصريين استاذ اشرف شيف حسام رئيس جمعيه الطهاه المصريين بيوفروا لنا الوقت ان احنا نقدر نختار فيه كوادر كويسه تقدر ان هي تساعدنا في الحاجات اللي زي دي بحيث ان احنا نقدر نوصل رساله الاوتيل سوري رساله المطبخ المصري عن طريق الشيفات، لان كل شيف بيشتغل في مسابقه او كل شيف بيشتغل في فندق بره مصر او جوه مصر او بيمثل مصر في مسابقه ده سفير طهاه بيقدم ثقافه شعب وثقافه البلد. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتني الاستاذ هاني حامد الشيف ومدرب منتخب مصر للشيفات، بشكرك شكرا جزيلا نورتنا وميرسي على وجودك معانا. استاذنك نروح فاصل سريع وبعد الفصل هنرجع وندردش. انتوا ليكوا ادوار بقى مهمه جدا، الاكاديميات الخاصه التعليم والتدبير والتطوير
وعايز اعرف مدى الاقبال على الشيف المصري عامل ازاي بره، هل في ناس بتروح تحترف مثلا؟ يعني في اسئله كتير لسه في بالنا نسالها بعد الفاصل لو سمحت لي. اتفضل. فاصل سريع ونرجع لحضراتكم. اهلا بحضراتكم مره تانية، ولسه منورنا الاستاذ اشرف جمال مدير التنفيذي لجمعيه الطهاه المصريين، وبياخدنا معاه لعالم الطهاه وكواليس واسرار مشاركتنا في كتير من المناسبات والمسابقات وكؤوس العالم والاولمبيات كمان العالميه، لانه احنا كمان اكتشفنا ان احنا عندنا منتخب قومي على مستوى عالي جدا جدا جدا، ومشرفنا فيه اماكن ومحافل كتيره. عشان كده انا عايز اروح اسال حضرتك برضو عن فكره، يعني من خلال بقى خبره حضرتك في جمعيه الطهاه، انت بتشوف المطبخ المصري ازاي بره يعني، وتفاعل الناس معاه عامل ازاي، وهل في اكلات معينه او حاجات معينه بتطلب من الشيف المصري لما يبقى في حدث عالمي بيقول ده هذا شيف مصري موجود احنا عايزين كذا او كذا؟ يعني لو خيالنا الشعب بقى يسرح مع حضرتك. هو ما احناش زي المطبخ اللبناني ولا المطبخ المغربي، هم شاطرين جدا في الماركتينج، شيفاتهم بيطلعوا بره بيفتحوا مطاعم بره، فالامور بالنسبه لهم هي دي اللي خدت المطبخ اللبناني والمطبخ المغربي، انا بتكلم على منطقه الشرق الاوسط الميدل ايست، احنا ما كناش شاطرين في ده. وللاسف الشديد مع اننا احنا عندنا مطبخ كويس جدا ومطبخ متميز جدا، لكن احنا كنا مقصرين في حق نفسنا في القصه دي. لما السياح الاجانب بيجوا عندنا، انا بحس ان مطبخنا بيستوعب اللبناني والمغربي كمان. لا يعني دلوقتي الحرب على فكره، احنا في حرب شغاله دلوقتي، هي حرب زي الملكيه الفكريه، توثيق التاريخي ده في الدول بتاخد اكلات وبتنسبها لنفسها. اسرائيل على طول بتسرق اكلنا واكل الشام وتقول لك بتاعنا. انا احكي لك قصه على موضوع الطعميه. في بطولة في انجلترا اسمها بطولة الفلافل. وكان ساعتها احنا شاركنا بشيف مصري، شيف مصطفى الرفاعي. وكانت اسرائيل موجودة، وكانت سوريا موجودة، وكانت فلسطين موجودة، وكانت لبنان موجودة. التحكيم كان للجمهور، ما هوش محكمين من الشيفس. وهم عندهم الفلافل بتاعتهم معمولة بالحمص، احنا عندنا انا عايز اقول لك احنا خدنا كاس هم مسمينه كده كاس العالم للفلافل في انجلترا، وهم كانوا عندهم حاله حزن شديد جدا عندهم في اسرائيل في القصه، ازاي مصر خدت الموضوع ده، هم كانوا دايما بينسبوه لنفسهم. لكن دي كانت قصه لدرجه ان السفير بالظبط السفير الانجليزي جه للمطعم اللي موجود فيه الشيف المصري ده هنا، وكانوا احتفلوا احتفاليه قويه جدا. الكلام ده كان في حوالي 2016. ومن ساعتها احنا بدي الحاجات، لا احنا عندنا الفلافل مصرية مشهورة برا طبعا. الكشري، مع ان الكشري كان في كلام كتير انه مش بتاعنا. ازاي بقى ده، ما فيش حد بيعمله بطريقتنا دي، هي دي بقى القصة اللي انت كنت بتقول ان احنا خدناه وخدناه ازاي. فكان بيقال انه ان الهند لما جم كانت في الحرب العالميه الاولى كانوا بيجوا باكلهم، كانوا بيجيبوا العدس والرز. وبعدين المصريين كانوا بيشوفوهم وهم بيطبخوا، فدخلوا خدوه وابتدوا يطوروا فيه. حطوا عليه الباستا اللي هي المكرونه، وابتدوا يحطوا عليه الصلصه والدقه بتاعتنا، في زي الدقه بتاعتنا دي بالظبط. خدوا ابتدوا يحطوا عليه الحمص. وبعدين في حتت في اسكندريه يحطوا عليه كبده. فابتدوا يطوروا وتشوح البصل دي. انا عايز اقول لك احنا في 2015 رحنا الهند مسابقه الطريق الحرير. كنا مقدمين الكشري، بس قدمناه بطريقه مختلفه في التقديم بتاعته. وحكينا القصه بتاعته، هي مهم القصص اللي تقدر ترويها حوالين الاكل اللي انت بتعمله. فاحنا المطبخ المصري مطبخ الملوخيه بتاعتنا هناك بتاكل. بص الملوخيه من الحاجات المشهوره جدا. تونس عندها ملوخيه خاصه بيها هي، بس مختلفة خالص. انا دقتها مره. طب انت عارف ان اليابان سجلت الملوخيه باسمها؟ لا، بطريقتنا احنا خدوا الملوخيه ذات نفسها اتسجلت عندهم. بقت هي اكله اليابان.
لا بس ما يحطوش هم التوم والبتاع ما عندهمش الكلام ده. هي القدره بتاعتك. احنا عندنا رز وملوخيه وكوكو معروف. الملوخيه من الحاجات اللي الاجانب بيحبوها جدا. اطباق الكبده المختلفه يعني الناس كتير بتروح كرداس عشان تاكل الكبده الجملي. الجملي بتاع اسكندريه مشهوره بالكبده الاسكندراني. فاحنا عندك انواع مختلفه تقدر تبتدي تشتغل عليها. العيش بتاعنا احنا عندنا كانت في حد اشتغلت على الماب بتاع العيش في مصر لان كل منطقه ليها نوع معين من العيش بتاعها. فاحنا عندنا ثقافه كويسه حتى بس الايام دي بيقعدوا يحطوا عشان بقى عندنا يعني ضيوف كتير في مصر فيقول لك العيش السوداني والعيش الليبي والعيش المصري. احنا برضو العيش بتاعنا مختلف جدا. يعني احنا مختلف. في بطوله افريقيا الاخيره كنا عندنا تيم من الحكام الاجانب اللي جم مصر كنا جايبين من روسيا ومن امريكا ومن الهند. كانوا موجودين في مكان بيتعشوا فيه كان العيش بيتخبز في ساعتها والست قاعدة قدام الفرن وبتعمله. فهم استغربوا الريحة بتاعت العيش وهي طالعة سخنة. عملت لهم حالة لدرجة ان في منهم طلبوا هم مسافرين ياخدوا معاهم العيش. واو الله. فانت عندك مطبخ قوي جدا بس احنا محتاجين ان احنا نشتغل عليه. ودلوقتي ابتدى يتعمل. دلوقتي الشباب الشيفات ابتدوا ياخدوا المطبخ بتاعنا بنقدمه كمان بطريقة انترناشونال. فده اللي بقى بيخلي الناس ده مصر عندها مطبخ. وابتدينا حتى في الفنادق دلوقتي في معظم الفنادق على البوفيه بتاعه بقى فيه الاكل المصري موجود. فمع الوقت انا اعتقد وهي مش مهمة جهة واحدة طبعا لكن هي مهمة الدولة كلها ان احنا نبتدي نشتغل على الحتة دي. وبتشتغل على فكرة التوثيق دي لان حتى انا كانت في ورشة معمولة حتى في المتحف القومي للحضارة قريب وتهيألي كان ليكوا دور فيها. هو كان اليوم العالمي للمتاحف واحنا هم اتكلموا معانا احنا عايزين نعمل حاجة ليها علاقة بالاكل المصري لان احنا موجود على المعابد وفي البرديات. وزي الصوره ما بنشوفها هو يعني بالزبط. دي صور الاكل ومصر. طب انت عارف ان مصر هي اول دوله عملت الخميره. يعني اول عيش خرج من عندنا. فانت عندك بالعكس ده لقوا عيش بقاله الاف السنين حتى هو العيش نفسه موجود عندهم في الحفريات. هتلاقي موجود حفريات العيش لسه صامت لغايه دلوقتي بالظبط. فاحنا حتى الجزئيه دي لو رحت الصعيد لحد النوبه هتلاقيهم بيطبخوا بنفس الطريقة اللي زمان كانوا بيطبخوا بيها أيام القدماء المصريين. فاحنا عندنا مطبخ قوي جدا. وإحنا عملنا اسمها طبليت مصر. بالظبط كده. احنا عملنا كنا بنوري الولاد وشباب. وعلى فكرة لو انت لاحظت هتلاقي احنا ما بقاش الشيفات ولاد فقط وشباب فقط لكن البنات دخلوا وهو واضح وبيشتغلوا دلوقتي موجودين في فنادق وفي مطاعم وبقى ليهم نسبة كويسة موجودة. وده مهم جدا في التنوع زي ما موجود بره. 40% على فكرة من عدد الناس اللي بتشتغل بقوا من البنات. وده مهم جدا اللي هم يتعرفوا على الـ 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 المطبخ المصري القديم ومن خلاله هم يقدروا ياخدوا المطبخ ده ياخدوه لسكة تانية مختلفة. لازم يشتغلوا عليه. وعندنا شيفات على فكرة بيشتغلوا على القصة دي بشكل قوي جدا. هايل جدا. طب ليكوا علاقة بالفود كريتيك بقى وفكرة الفود بلوجرز والحاجات دي برضو بقت ظاهرة داخلة قريب وبعضها يعني نقدر نقول عليه لطيف او ممكن تستفيد منه وبعضها بيبقى ملوش علاقة بفنون الطهي على قد ما دي علاقة بفنون العك. هو زمان كان في حاجة اسمها فود كريتيك. الفود كريتيك ده مهمته ان هو كان بينزل وبيناقد طعام من غير ما يقول انا ناقد من غير ما يقول انا جاي علشان ايه. بيخش ياكل زي نفس الفكره اللي قامت عليها ميشلي ستار ان حد بيخش ويبتدي يقيم المطعم بطرق مختلفه عشان في الاخر يستحق ان هو ياخد او ما ياخدش. احنا ما كانش عندنا ده للحقيقه يعني كانت بتتعمل باشكال فرديه. وانا فاكر ان احنا لما عملنا اكاديميه السيتي سي اللي كانت في اخبار اليوم ودي كانت اول اكاديميه مصريه تتعمل في الفتره دي اتقدم لنا ناس
علشان عايز يبقى كريتيك فلازم يدرس عشان يقول لازم بالظبط لازم تدرس لازم تدرس. لكن دلوقتي بينزل يقول لك التحفه ما هي دي بقى الفكره بشاميل على الكشري على الديجيتال الديجيتال ايرا او العصر الرقمي ووجود ناس كتيره بقت موجوده على السوشيال ميديا بشكل مختلف بس المهم تبقى دارس فعلا. على فكره هو ده مهم مش يعني دي جزء مش ضد مهم الظاهره بس احيانا هو ورى اماكن ورى اطباق مختلفه لكن الموضوع راح في سكة مختلفة بقت أضرت على فكرة الأماكن بالضبط أضرت لأنه ببساطة شديدة الناس ما بقتش تثق لأن الحاجات اللي بتنزل لهم بيتصوروا لهم مختلفة عن العميل اللي بيشوفها طبعا. فبالتالي بيقول مش هو ده اللي أنا بشوفه فبتبقى بتضرب في وش تعمل confusion أكتر وارتباك أكتر لكن ومنها إحنا بتعمل دعاية احنا اتكلمنا في كذا وتعبي بقى الأكل غير صحي وده مش الترند العالمي دلوقتي خالص ده مش الترند العالمي واحنا بنطالب بده انتوا تهتموا بحتة الصحية بنطالب بده احنا احنا الاكل لازم يكون اكل صحي يعني اساسيات الـ 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 القصة كلها انك انت المطبخ بتاعك لازم يكون انت بتاكل حد طبعا ويقولك الدكتور انت الشيف يجي قبل الدكتور يعني لو شيف قدم اكل مظبوط محدش هيروح للدكاتره طبعا. على اي حال انا سعيد جدا بالحوار الجميل مع حضرتك وبالمحطات المهمه اللي دردشنا فيها لكن قريب هنكون معاك وبنصور بقى بنصور شيفاتنا ونتمنى ان احنا نعمل حلقه لطيفه تانية ونقابل بقى شيفاتنا خاصه كمان الشيفات الصغيرين اللي انتوا كان ليكوا دور كبير في تدريبهم وان هم يظهروا ويبقى ليهم كمان تواجد اقليمي وعالمي. احنا شايفين ان مصر رايحه في سكه تانية مختلفه في وجود مدارس ابتدت تبقى موجوده تكنولوجيه للشيفات وانا اعتقد الفتره الجايه دي في خلال 5 سنين مصر يبقى عندها جيل جديد من الشباب الشيفات قادرين ان هم ياخدوا المطبخ بتاعنا لسكه مختلفه يا رب. واحنا بنشجع دايما ومعدتنا جاهزه لاي شيء جميل. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ اشرف جمال المدير التنفيذي لجمعيه الطهاة المصريين نورتنا شكرا جزيلا عفوا والخلاصه انه مصر حتى في مجال الطهي تاريخ طويل وعريق وبيدعم دلوقتي بأبرز وأهم خلينا نقول المواهب والخبرات المصرية اللي أصبحت كمان في جزء كبير عالمية بسبب كمان جمعية الطهاة المصريين وكتير من المبادرات والمسابقات العالمية دلوقتي. فإحنا على الطريق السليم وبشكر حضراتكم بكرة نشوفكم أو الأسبوع القادم بقى على ألف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من الخلاصة. إلى اللقاء.